فمن أراد منكم بحلوة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. حدثنا أبو اليمان الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما بعد، هذا حديث عظيم رواه عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، اشتمل على جملة فوائد. الأولى الوصية بالقرون المفضلة من هذه الأمة، وهي القرن الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة والتابعون، القرن الذي بعده والتابعون الذين تعلموا من الصحابة وعملوا رضي الله عنهم جميعا، والقرن الثالث تابع التابعين. وهذا في حساب العلماء رحمه الله ينتهي إلى عام 240 أو 50، وهذا الذي كان فيه عز الإسلام وكان فيه الجهاد ظاهرا. فهؤلاء هم خير القرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا، فالخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في الحديث الآخر قال تغزون فيقال هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فتقولون نعم فتنصرون، ثم تغزون فيقال هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فتقولون نعم فتنصرون، ثم تغزون فيقال هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول نعم فتنصرون. والأحاديث في فضل القرون الثلاثة كثيرة جدا، وما ذاك إلا لأنها في طراوة الإسلام وقلة البدع وقوة المسلمين وظهور الجهاد إلى غير ذلك من الأمور. المسألة الثانية أنه يخرج بعد هذه القرون، يعني يكثر الاستهانة بالأمانات وغيرها، ولهذا قد يكشف الكذب ويشهد الرجل ولا تطلب منه الشهادة، يعني هو يشهد، والذي يكون هكذا لا يبالي بالشهادة. ولهذا قال الحديث الآخر تسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادته، ودل هذا على أنه يضعف الإيمان ويكثر طلاب الدنيا ويستهين الناس بالحرمات، ولا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر به لنقص الدين ونقص العمل. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن لا يخلون رجل بامرأة، يعني أجنبية، وضابطها يعني ليست من محارم، لو كانت غير ذات زوج حلت له، جاز له أن يتزوجها، لا يخلون بامرأة. ولهذا جاء في حديث آخر لا تخلون بامرأة وإن قلت أعلمها القرآن. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثه. ففي هذا النهي عن أسباب الفتنة والبعد عنها. وفي الحديث الوصية بالجماعة، جماعة المسلمين وإمام المسلمين، الوصية باتباع أهل العلم الأكابر ولي الأمر العام، فهؤلاء هم الجماعة لأن العامة تبع لهم. فمن أراد بحبحة الجنة يعني المنزلة العالية بالجنة فليلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأن الفرقة شر وفتنة وهلاك. ولذلك جاءت الأحاديث موافقة للآيات
الحظ على اجتماع الكلمة التمام الشمل كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإذا تأمر عليكم عبد الحبشي كأن رأسه زبيبة. كان يأخذ على الصحابة البيعة على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى الآثرة. قال أطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال أعطوهم الذي لهم وسألوا الله الذي لكم. فإنه فارق الجمع قيل شبر فمات ثبتته جاهلية. وسأله سائل قال إن لم أجد إن لم يكن إمام ولا جماعة يعني ما في إلا فرق. فقال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت. وأمر بالصبر والبعد عن الفرقة وأن الإنسان لا يحمل السلاح على أهل الإسلام. قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. حتى قال إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فأغمض عينيك كما جاء في الأثر. كل هذا فيه البعد عن الفتنة والشر لأن الشيطان يقتنص الإنسان إذا انفرد على الناس. الشيطان ذئب الإنسان مثل ما الذئب يأخذ من الغنم القاصية الشيطان يأخذ من الناس القاصي المفارق للناس. والأحاديث هذه كثيرة ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين والنصح لهم وعدم منازعتهم سلطانهم وإن جاروا وإن ظلموا فإنما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. فهذا من أصول أهل السنة والجماعة لما فيه من جمع الكلمة وحفظ الهيبة وعز الأمة والبعد عن تسلط الكفار وطمع الأعداء المسلمين. والأخيرة من جمل هذا الحديث العظيم أنه صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. بمعنى أن الإنسان يفرح بالحسنة إذا وفقه الله لها. الحسنة ثواب العمل الصالح. فإذا كان الإنسان يتحرى العمل الصالح ويغتبط إذا وفقه الله له ويدوم عليه ويحمد الله عليه ويبعد عما ينقصه أو يذهب ثوابه فهذا إيمان. وإذا كان الإنسان إذا اقترف السيئة حزن وخاف وقلق حتى يتوب إلى الله عز وجل فذلك أيضا إيمان. فمن سرته حسنته وساءته سيئته ومن العكس من سرته سيئته ولم يبالي بحسنته فهذا منافق. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه المؤمن يرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه والمنافق يرى ذنوبه كذباب طار على أرضه فقال به هكذا. فلذلك المؤمن يهتم بالعمل الصالح ويحرص عليه ويتحرى مظانه ويخلص الله عز وجل فيه ويخفيه إذا كان مما يمكن إخفاء مشروع مع الجماعة كالصلوات الخمس والعيد والحج وغيره فيكون العمل الصالح خفي أفضل. أن تبدوا الصدقات فنعم باهي وتؤتوا الفقراء وخير لكم عند ربكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فإذا حرص المؤمن أو الشخص على العمل الصالح دل ذلك على إيمانه. حرص على طلبه وتحريه ثم حرص على حسن أدائه والإخلاص به ثم حرص على الدوام على مثله والاغتباط به وفي نفس الوقت إذا أساء يقلق ويحزن ويخاف من الله عز وجل لأنه ما من ذنب إلا عليه عقوبة
إما مقرر شرعا كالحدود أو قدرا كالهم والحزن والنصب وحرمان الرزق ويصاب بالإنسان بالأمراض، فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الله تعالى يقول: بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم سبيلا كثيرا. وهكذا العقوبة الأخروية، فمن ارتكب ذنبا ولم يتب منه فإن لم يعاقب به في الدنيا عوقب في الآخرة إلا أن يعفو الله عنه أو يتوب، فإن تاب الله عليه وإن عفى الله عنه صرف عنه العقوبة، وإن لم يعفو عنه لا بد من العقوبة. ولهذا المسلم تسوء حسنته تسوء سيئته كما تسره حسنته، تسوء سيئته ويقلق ولا يرتاح حتى يتخلص منها بالتوبة إلى الله عز وجل والخروج من المظلمة ويطمئن إلى ذلك. والله الموفق، وصلى الله وسلم.